نشرة مفصلة للأنباء نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسيرين المتحررين أيهم كممجي ومناضل انفعات بعد اقتحام جنين. محكمة الاحتلال تنظر اليوم في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة، وهيئة شؤون الأسرى تحذر من تلفيق تهم لهم لتشديد عقوبة السجن عليهم. حكومة صنعاء تحذر السعودية من مغبة استمرار عدوانها على اليمن، وتؤكد مضيها في تطوير الصواريخ البالستية. فرنسا تصف التصرفات الأمريكية والأسترالية بالازدراء، وتتحدث عن أزمة كبيرة دفعتها إلى استدعاء سفيريها من واشنطن وكانبرا. أهلا بكم. بقوات كبيرة اقتحم الاحتلال الإسرائيلي جنين في الضفة فجرا ليعيد اعتقال الأسيرين المتحررين من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل انفعات. أهل المخيم تصدوا للقوات الكبيرة واندلعت اشتباكات في الحي الشرقي حيث اعتقل الأسيران. وجاء الاعتقال بعد 13 عملية دهم وتفتيش لمناطق شمال الضفة نفذها عناصر الاحتلال بحثا عن الأسيرين، كما وأقامت قواته حواجز عسكرية وشنت حملات تمشيط في مناطق متفرقة من جنين بحثا عن الأسيرين. المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم اعتبر أن ما فعله الأسرى الستة كان إنجازا عظيما سيسجل بأحرف من نور في سجل جهاد ونضال الشعب الفلسطيني. وأكد قاسم أن كتائب القسام ستبقى على عهدها ووعدها بأن يكون أبطال عملية نفق الحرية الستة على رأس صفقة التبادل، مضيفا أن العمل على تحرير الأسرى سيظل على رأس أولويات المقاومة. جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع جاهزيته تحسبا لاحتمال إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. الاحتلال وضع منظومات القبة الحديدية في حالة التأهب في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة خوفا من رد المقاومة الفلسطينية على الاعتداء الذي نفذته قواته ليلا على مدينة جنين، حيث اعتقلت الأسيرين المتبقيين من أسرى نفق الحرية. وتعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الناصر اليوم الأحد جلسة بشأن تمديد فترة اعتقال الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم. محامية أحد المعتقلين قالت إن محامي هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية تقدموا بطلب للمحكمة من أجل حضور الأسرى في جلسة المحاكمة، لكن الاحتلال يتضرع بوباء كورونا لعقد الجلسة عبر الفيديو. وأضافت أن جهاز الشباك يسعى لتلفيق تهم ثقيلة للأسرى من أجل تشديد عقوبة السجن عليهم. رفعت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة كتابا إلى الأمين العام للمنظمة ورئيسة مجلس الأمن بشأن تلزيم إسرائيل شركة لتنفيذ عمليات تقييم للتنقيب فيما يسمى حقل كريش. وطالب لبنان مجلس الأمن بالتأكد من أن هذه الأعمال لا تقع في منطقة متنازع عليها بغية تجنب أي اعتداء على حقوق لبنان وسيادته، كما طالب بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في تلك المناطق تجنبا لخطوات قد تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد رأى أن مماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في بدء عمليات التنقيب في البلوك الرقم 9 تطرح علامات استفهام كبرى، ورأى أن تلزيم إسرائيل شركة هالبيرتون إجراء تنقيب في البحر ينسف اتفاق الإطار الذي رعته واشنطن، داعيا الخارجية اللبنانية إلى التحرك فورا باتجاه مجلس الأمن للتحقق من احتمال اعتداء إسرائيلي جديد على الحقوق. بري أشار إلى أن تمادي إسرائيل في عدوانيتها يهدد الأمن والسلام الدوليين. وبالعودة إلى موضوع محاكمة الأسرى المعاد اعتقالهم في الناصرة، تنضم إلينا من هناك مراسلة الميادين هناء محميد. صباح الخير هناء. اليوم هي جلسة لمحاكمة الأسرى المعاد اعتقالهم، هل من توقعات لأي قرارات أو أحكام قد تتخذ خلال الساعات القادمة؟
صباح الخير أحمد. بالفعل اليوم بعد قليل ستلتئم المحكمة المركزية في الناصرة للنظر بطلب المخابرات الإسرائيلية بتمديد اعتقال الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، وهم الذين هربوا من نفق الحرية من سجن جلبوع قبل أسبوعين وأعيد اعتقالهم بعد 5 أيام من هروبهم من السجن. حوالي الساعة 8:30 يفترض أن تبدأ هذه الجلسة. الأسرى الأربعة تعرضوا خلال اعتقالهم لعمليات ضرب وأيضا لتعذيب نفسي ولتحقيقات قاسية تعسفية تنكيلية من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، وهم معتقلون في معتقل الجلمة بالقرب من مدينة حيفا، ويرجح ألا تقوم مصلحة السجون الإسرائيلية بجلبهم إلى داخل هذه المحكمة في هذا اليوم على اعتبار إجراءات وباء كورونا. ولكن كما هو متوقع أحمد، المحكمة الإسرائيلية المركزية اليوم في الناصرة ستقوم بتمديد اعتقال الأسرى الأربعة. نتحدث هنا عن محمود ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري. إضافة إلى ذلك أحمد، يتوقع أيضا أن يتم عرض الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل انفعات اللذين تم اعتقالهما فجر هذا اليوم من داخل مدينة جنين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. أن تقوم أيضا يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقوم السلطات الإسرائيلية بعرضهم أمام المحكمة لتمديد اعتقالهم، قد يجري هذا خلال هذا النهار أو حتى ساعات المساء أحمد. نعم هنا، ما الأسس التي تستند إليها هيئة الدفاع عن الأسرى في دفاعها عن المعاد اعتقالهم الأربعة وربما حتى الستة إذا منضم الأسيرين الأخيرين إليهم من حتى نهاية اليوم؟ الشبهات التي تحاول سلطات الاحتلال توجيهها إلى الأسرى الأربعة، وبالتأكيد سينضم إليهم أيضا الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل انفعات، هي شبهات بالتخطيط لعملية أمنية والانضمام لتنظيم معادي ومساعدة تنظيم معادي والهروب بدافع أمني من داخل السجن بهدف القيام عمليا بعملية ما يسمى إرهاب في يعني في الوصف الإسرائيلي. ولكن هيئة الدفاع عن هؤلاء الأسرى تستند إلى حقهم الأساسي بالتحرر من السجن كونهم مناضلين فلسطينيين، إضافة إلى أن يعني الهروب كان بدافع السعي إلى الحرية وليس بدافع التخطيط لعملية معادية كما يصفها الاحتلال ضد يعني ضد أهداف إسرائيلية، وإنما سعيا للحرية وهو الحق الأساسي لكل إنسان يعيش تحت الاحتلال. نعم هناء محميد مراسلة الميادين من مدينة الناصرة في فلسطين المحتلة، شكرا جزيلا لك. كشفت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل عن كيفية اغتيال إسرائيل العالم الإيراني محسن فخرزادة. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وإيرانيين إن الاغتيال جرى عبر تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام رشاش روبوت مزود بعيون متعددة الكاميرات يعمل عبر الأقمار الصناعية وقادر على إطلاق 600 طلقة في الدقيقة الواحدة. وكشفت أن خطة الاغتيال بدأت بعد اجتماعات نهاية 2019 بين مسؤولين إسرائيليين بقيادة رئيس الموساد يوسي كوهين ومسؤولين أمريكيين بمن فيهم دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الولايات المتحدة أشعلت فتيل الإرهاب في سوريا والعراق وهي اليوم تنميه في أفغانستان. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره التاجيكي أكد أن وجود داعش في أفغانستان خطر جدا على المنطقة كلها. مواقفنا حيال أفغانستان متقاربة جدا، نحن والحكومة الطاجيكية نعتقد أن التدخل الأجنبي في أفغانستان تسبب في الكثير من المصائب لهذا البلد. التدخل الأجنبي في أفغانستان لم يحقق الأمن ولم يقدم أي حل لمشاكل الشعب الأفغاني. نرفض استمرار حضور الأجانب في أفغانستان ودورهم في تعزيز الوجود الإرهابي في المنطقة. أمريكا أشعلت فتيل الإرهاب في سوريا والعراق وهي من ينمي الإرهاب في أفغانستان. يجب أن تحل مشاكل أفغانستان عبر تقرير الشعب الأفغاني لمصيره ضمن محادثات في ضوء التعاون الإقليمي.
إلى اليمن، حيث حذر وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء محمد العاطفي من استمرار حرب التحالف السعودي على الشعب اليمني. وأكد العاطفي المضي في تطوير الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والمنظومات البحرية الدفاعية والهجومية. ونحن من هذا المكان من الشمال الشرقي محافظة مأرب نعلن بأن الأعوام القادمة ستكون أعوام الصواريخ البالستية وأعوام الطيران المسير الصمادية وأعوام منظومات البحرية الدفاعية والهجومية وأعوام العمليات الاستراتيجية الشاملة. إذا استمر العدوان على اليمن ستكون الأعوام القادمة أعوام الخزي والذل والعار والهوان والهزائم. وإذا بقت أي قدم تدنس الأرض اليمنية سنبترها. وإذا استمروا في عدوانهم سنمرغ هذه الأنوف وهذه المناخير في التراب. تبنى تنظيم داعش الاعتداء الذي نفذ مساء أمس على محطة كهرباء بدير علي في جنوب العاصمة السورية دمشق. التنظيم أعلن عبر تليجرام مسؤوليته عن الهجوم الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء بالكامل عن بعض المحافظات السورية. فاصل قصير ونتابع النشرة. أهلا بكم. وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ما قامت به الولايات المتحدة واستراليا بأنه ازدراء وكذب، وهي التصرفات التي دفعت باريس وللمرة الأولى إلى استدعاء سفيريها من واشنطن وكانبرا. هناك أكاذيب وازدواجية وانعدام للثقة وازدراء. الأمور لا تسير على ما يرام بيننا على الإطلاق، وهذا يعني أن هناك أزمة. نحن استدعينا سفراءنا لمحاولة فهم ما جرى ولنظهر لشركائنا السابقين أيضا استياءنا الكبير، وأن هناك بالفعل أزمة خطرة بيننا ومحاولة منا أيضا لإعادة تقييم موقفنا للدفاع عن مصالحنا في كل من أستراليا والولايات المتحدة. في الحقيقة للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا نستدعي سفيرنا للتشاور. هذا عمل سياسي خطر يظهر حدة الأزمة القائمة اليوم بين بلدينا، كذلك مع أستراليا. في تونس انقسم شارع الحبيب بورقيبة بين رافضين لقرارات الرئيس قيس سعيد ومؤيدين لها، وذلك بعد مرور قرابة الشهرين عليها. تقرير سامح البغانمي. الشعب يريد إسقاط الانقلاب. دستور، حرية، كرامة وطنية، هي بعض من الشعارات التي رفعها عدد من المواطنين الرافضين للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد مؤخرا، كما نددوا بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وبمنع عدد من السياسيين والمواطنين من السفر. هذا انذار قبل أن يزيد ربما الاحتقان وتزيد حالة التونسي معناها خبالا وضياعا من كل نواحي، سياسيا واقتصاديا وأمنيا. نحن هنا لنندد بالانقلاب. نحن انتخبناك وكان بيننا عهد وميثاق وهو دستور 2014، فكيف تنقلب عليه؟ ليس بعيدا عن هذا التحرك ردد آخرون شعارات داعمة للرئيس التونسي داعين إلى ضرورة التعجيل بحل مجلس نواب الشعب نهائيا وتأليف حكومة جديدة وفتح ملفات الفساد الكبرى. الحركة التي قام بها رئيس الدولة رئيس الجمهورية يوم 26 جويلية كانت ضرورية لتخليص الوطن من هذا الكابوس الجاثم على صدورنا منذ ما يزيد عن 10 سنوات. لابد من إجراءات عاجلة يقوم بها الرئيس، فتح ملفات الفساد، فتح ملفات الفساد، فساد الانتخابات، فتح ملفات الإرهاب على رأس الاغتيالات السياسية ثم اغتيالات الأمنيين والمدنيين. في ظل تحرك الشارع تتزايد الأصوات السياسية المطالبة بضرورة تجاوز حالة الغموض التي تعيش على وقعها البلاد منذ نحو شهرين، مطالبة بوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
الاحتكام مجددا لخيار الشارع قد يضع البلاد على صفيح ساخن، خصوصا في ظل استمرار حالة الغموض التي قاربت الشهرين وقد تزيد في تأجيج الصراعات السياسية. سميحة البغاني، تونس، الميادين. في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين مؤخرا، أرسل ملك المغرب محمد السادس برقية تعزئة ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما توجه الملك إلى عائلة الرئيس الراحل بالعزاء والمواساة. ويشيع الجزائريون اليوم جثمان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي رحل تاركا خلفه إرثا سياسيا ودبلوماسيا حافلا بالقضايا المثيرة للجدل في بلاده. سفيان مراكشي. باسم الجمعية العامة أود أن أعبر عن شكرنا الجزيل للرئيس ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. شكل عبد العزيز بوتفليقة ظاهرة خاصة بداية من تبوئه وهو بالكاد تخطى عقده الثاني منصب رئيس الجمعية الأممية والدبلوماسية الجزائرية، وها هو اليوم يغادر بصمت تاركا وراءه محطات دبلوماسية راسخة أضحت منهاجا للسياسة الخارجية الجزائرية القائمة على نصرة قضايا التحرر وعدم التدخل في شؤون آخرين. طرد فرموزة من الجمعية العامة المتحدة ودخلت الصين مكانها، وكذلك في جنوب أفريقيا لعب دورا كبير بأن تم طرد الأبرتايد ودخول جنوب أفريقيا وسجلت له في الجمعية العامة بجدارة واستحقاق. والرئيس بوتفليقة هو الذي أدخل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الراحل أبو عمار إلى الجمعية العامة للهيئة المتحدة في تماسك شعبنا ووحدته. بعد رحيل رفيق دربه الرئيس هواري بومدين، اعتزل بوتفليقة السياسة قبل أن يعود في سياق تسوية أسهم من خلالها في إطفاء فتيل أزمة التسعينيات. قاد المصالحة الوطنية ونجح في استكمال قانون الرحمة طوال عقدين من الزمن، ما أتاح للبلاد أن تستعيد حياتها العادية. العودة لاستفتاء الشعب الجزائري في شأن ميثاق السلم والمصالحة شجاعة كبيرة من المرحوم بوتفليقة الذي كرجل سياسي كرئيس جمهورية له سلبيته وله إيجابيته. اختتم بوتفليقة حياته السياسية برسالة اعتذار للشعب الجزائري الذي رفض ولايته الخامسة وبقي في إقامته الرئاسية إلى أن وفته المنية متأثرا بمرضه. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة طبع بحضوره مرحلة طويلة في تاريخ الجزائر لم تخلو من الجدل، ورحل عن الدنيا تاركا وراءه مسارا سياسيا ودبلوماسيا حافلا بالمحطات الراسخة في تاريخ البلاد. سفيان مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين. لم تسجل التظاهرات التي دعت إليها منظمات يمينية متطرفة وأنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حضورا كبيرا. التحرك استبقته إجراءات أمنية مشددة تضمنت نشر المئات من عناصر الشرطة وقطع الطرق المؤدية إلى مبنى الكونغرس. تقرير محمد كريم. واشنطن تستريح بعدما حبست أنفاسها لأيام تخوفا من حدوث أعمال عنف واقتحام للكونغرس على خلفية التظاهرة التي دعت إليها جماعات يمينية متطرفة في سيناريو مشابه لما جرى في السادس من كانون الثاني يناير الماضي. التظاهرة اقتصرت المشاركة فيها على مئات الأشخاص وأكدت دعمها للمعتقلين بتهمة اقتحام الكونغرس وطالبت بالإفراج عنهم أو معاملتهم كسجناء سياسيين. لا أدعم من كان يرتدي زيا عسكريا أو من نفذ أعمال تخريب، لكن لدينا تساؤلات لشرطة الكونغرس ومكتب التحقيقات الفيدرالي ولا أجوبة، لذا أنا هنا لدعم المعتقلين الذين أودعوا في السجون من دون محاكمة وعلى نحو غير عادل. الكثير من التغطيات الأعلامية لم تظهر الأحداث كافة وكانت منحازة لدرجة كبيرة، لذا جئت لأستمع مباشرة من ممثلي 600 معتقل الذين هم برأيي معتقلون سياسيون.
غابت أي شعارات مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب، برغم أن المتظاهرين لا يعترفون ببايدن رئيسا للبلاد، فيما الاتهامات انهالت على الأجهزة الأمنية الأمريكية متهمين إياها بتنفيذها عمليات اعتقال عشوائية طالت أكثر من 600 شخصا على خلفية اقتحام الكونغرس بداية العام الحالي. هذه التظاهرات تتعلق بالأشخاص الذين كانوا هناك في ذلك اليوم والذين لم يتهموا بممارسة العنف ولم يتهموا أيضا بالاعتداء على الشرطة أو تدمير الممتلكات. الأمر يتعلق بالمساواة في التعامل بموجب القانون وبإجراء تحقيق علني تحت إشراف طرف ثالث محايد. وفيما لم يسجل وقوع أي حوادث أمنية ما عدا اعتقال شخص كان يحمل سكينا، ينتظر أن تبدأ عملية إزالة الحواجز الأمنية والسياج الحديدي في محيط الكونغرس وإعادة فتح الطرق خلال الأيام المقبلة. قد تكون هذه التظاهرة قد حققت جزءا من أهدافها بوضع العاصمة الأمريكية في حالة أمنية استثنائية، وبالتأكيد على أن اليمين المتطرف رقم صعب في المشهد السياسي. محمد كريم، واشنطن، الميادين. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسيرين المتحررين أيهم كممجي ومناضل انفعات بعد اقتحام جنين. محكمة الاحتلال تنظر اليوم في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة، وهيئة شؤون الأسرى تحذر من تلفيق تهم لهم لتشديد عقوبة السجن عليهم. حكومة صنعاء تحذر السعودية من مغبة استمرار عدوانها على اليمن وتؤكد مضيها في تطوير الصواريخ البالستية. فرنسا تصف التصرفات الأمريكية والأسترالية بالازدراء وتتحدث عن أزمة كبيرة دفعتها إلى استدعاء سفيريها من واشنطن وكامبرا. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.